السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي غنحاول نديرو على درس المتجهات والإزاحة، وغنبداو بالجزء الأول هو المتجهات. دونك نعرفو بعدا أشنا هي المتجهة اللي ديجا قلناها في تانية إعدادي، وغنعاودو نذكرو بها كيفاش كنعرفو المتجهة. عندي مثلا واحد المتجهة أبي، باش غنعرفها متجهة أبي، المتجهة كيكون عندها الأصل، كيكون عندها المنحة، يعني راح حطو هاد السهم هذا كيحدد المنحة ديالها، وكل المنحة ديالها من A نحو B. إلا كان هاد السهم هنا، يعني أننا كنقولو بأن المنحة من B نحو A، وهادشي كله مهم خصنا نعرفوه. الاتجاه هو اللي كيخلط لينا، بين الاتجاه والمنحة. ملي كنقولو الاتجاه ما كنقصدوش به المنحة، هو من A نحو B، ولكن اتجاه المتجهة AB هو المستقيم الحامل للمتجهة AB. الاتجاه ديالها هو المستقيم على شكينا، هو المستقيم AB. دونك هذا هو الاتجاه ديال المتجهة AB. والمنظم او لا المعيار او لا المسافة، فهي المسافة بين النقطة A الاصل والنقطة B، هذه المسافة هذه. دونك هذه ثلاثة الامور اللي خصنا نعرفوهم على المتجهة عاد باش ندخلو لتساوي متجهتين. كي تكون عندنا واحد المتجهة اخرى بحال AB مثلا، ندير مثلا هنا عندي هذه هي المتجهة AB، غندير واحد المتجهة CD هنا مثلا، باش غنعرف ونزيد واحد المتجهة اخرى مثلا، غنزيد واحد المتجهة EF. غنقول لكم بأن المسافة بين او اف هي المسافة بين السي و دي، هي المسافة بين ا و بي. السؤال المطروح هو هاد المتجهات كلها متساوية، هل ا بي تساوي سي دي، وهل سي دي تساوي او اف، ام ا بي تساوي او اف. دونك لكي تكون المتجهات متساوية اشنو خص يكون عندنا؟ هادوك ثلاثة الامور اللي كنا عرفناهم خص يكونوا متحققين في المتجهات بجوج، يعني ان AB باش تكون كتساوي CD ولا تكون كتساوي EF خص يكون عندهم نفس الاتجاه. اشنو قلنا بنفس الاتجاه؟ هو يكون عندهم هنا نفس الاتجاه. دونك هنا ملي كنقولوا بان المتجهتين لهما نفس الاتجاه، AB و CD لهما نفس الاتجاه، يعني ان المستقيم الحامل لAB والمستقيم الحامل لCD متوازيان. دونك المستقيمات الحاملة لهما متوازيين، هنا كنقولو بأن المتجهتين عندهم نفس الاتجاه. نفس الاتجاه ماشي حيت عندهم نفس المنحة، هنا كاملين غاديين في جهة وحدة ولكن ما عندهمش نفس الاتجاه. علاش؟ مثلا هنا او اف ا بي يوازي سي دي، المستقيم ا بي كيوازي مستقيم سي دي، ولكن او اف لا يوازي هذين المستقيمين. دونك او اف ما غاديش تساوي هاد المتجهتين، يكون نفس الاتجاه، يكون نفس المنحة، يعني المنحة من A نحو B هو المنحة من C نحو D، ويكون عندهم نفس المعيار أو نفس المسافة. ديك الساعة هي اللي كنشوف، هي آخر حاجة كنشوفها. دونك كنشوف بعدا واش المستقيم المتوازيان، واش عندهم نفس المنحة، واش عندهم نفس المنظم. لأن إلى مثلا حولت هاد السهم لهنا ولات عندي DC ما غاديش تساوي AB، واخا يكون المستقيم متوازيان، واخا تكون نفس المسافة، خص يتحققو الشروط بتلاجة. يعني أن AB تساوي CD، يعني تلاجة ديال الشرط. الشرط الأول هو أن يكون المستقيم AB يوازي المستقيم CD، يعني أن AB يوازي CD، هذا الشرط الاول. تحققه وحده لا يعني ان المتجهتان متساويتين، خصني تحقق لنا الشرط الثاني، هو ان المنحه، هذا المنحه هذا نصف المستقيم AB، لان الاصل ديال هذا المتجه هو A والاصل ديال هذه CD، يعني AB نصف المستقيم AB ونصف المستقيم CD لهما نفس المنحه. ثم عاد كنشوف الشرط الاخير، تحقق هذين الشرطين ما كيعنيش ان المتجهتين متساويتين، لابد من تحقق الشرط الثالث، هو المسافه AB تساوي المسافه CD، المسافه AB تساوي CD.
يكون عندنا نفس المسافة، نفس الاتجاه ونفس المنحى. غير اللي ردي عليكم هذاك الاتجاه، اقلعوا عليه. نفس الاتجاه كيعني ان المتجهتين ان حاملاهما متوازيان. ثم كاينه خاصيه نقدروا نخدموا بها في تساوي متجهتين. الا كانوا عندي متجهتين متساويتين اش غيعطيني؟ مثلا هنا المتجه او اف ما كتساويش هادو، واخا عندنا نفس المسافه ولكن ما كتساويهمش. دونك ا بي تساوي سي دي. ا بي هنا عندنا ا بي تساوي سي دي، ولكن ا بي تخالف او اف وما كتساويهاش. دابا نشوفوا هذه الخاصيه هذه ملي يكون عندي متجهتين متساويتين كيعطيوني نفس الاتجاه. نفس خذوا لي غير هاد الجوج هادو، هنا مستقيمان متوازيان وهنا د العين متقايسين. ملي كيكون عندنا نشوفوا دابا الطبيعه ديال هاد الرباعي هذا كيفاش غيكون. الا جمعنا الرباعي كامل و ا بي ا بي، دونك ما نقولوش ا بي سي دي، كنقراو ا بي دي سي. يعني تعريف خاصيه واهم خاصيه كنخدموا بها في المتجهات هو ان ا بي تساوي سي دي. يعني ان هذا الرباعي ا بي دي سي كيفاش غيكون؟ غيكون متوازي الاضلاع. اذا رجعنا للخاصيه ديال متوازي الاضلاع، قلنا بان ملي كيكون عندنا واحد الرباعي، ملي كيكون عندنا واحد الرباعي فيه ضلعين كل ضلعين متقابلان متقايسان، يعني اذا كان هذا كيقيس هذا وهذا كيقيس هذا، كيكون متوازي الاضلاع. اذا كانوا كل ضلعين متقابلين متوازيين، اذا كان هذا كيوازي هذا وهذا كيوازي هذا، كيكون متوازي الاضلاع. ولكن في الحالة ان عندي غير ضلعين فقط، هاد مثلا هاد الجوج هادو ما عندي، هادو ما عرفتش عليهم حتى شي حاجه، كنعرف غير هادو، كنعرف بان هاد المستقيم كيوازي هاد المستقيم وهاد المسافه كتساوي هاد المسافه. يعني ضلعين فقط، ماشي كل ضلعين، ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيان. كيفاش غيكون الرباعي؟ دونك هادي حتى هي خاصية متوازي الاضلاع، غيكون متوازي الاضلاع. يعني واخا ما نعرفش الضلعين الاخرين، انا عندي غير ضلعين متقابلين متقايسان ومتوازيان، كيكون الرباعي متوازي الاضلاع. دونك هنايا ا بي تساوي سي دي كتحقق لي هاد الشروط، لان نفس المسافة نفس الاتجاه، يعني ان كاين التوازي. دونك ا بي دي سي متوازي الاضلاع. دونك ماشي كيف كتقرا هنا ا بي سي دي ا بي دي سي، لان ما غاديش نقراو ا بي ا بي سي دي ا بي دي سي متوازي الاضلاع. دونك هذه خاصيه حتى هي. دونك هذا، نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو وفي فيديو اخر ان شاء الله.